السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذه هي الرابع محاضرة من محاضرات مقرر محاسبة ضريبية، واللي بتتكلم عن المصروفات الرأسمالية للعقود غير المطور. خدينا في المحاضرة الأولى المفاهيم المحاسبية، خدينا المحاضرة الثانية طبيعة صناعة النفط، بينما المحاضرة الثالثة تكلمنا عن نفقات الاستكشاف والاستطلاع، وهذه المحاضرة بتتكلم عن مصروفات الرأسمالية المحملة للعقود غير المطورة. المحاضرة المصروفات الرأسمالية المحملة للعقود غير المطورة، حناخدو شن هي طرق لاستهلاك العقود غير المطورة. بناخدو الاستهلاك سواء كان بنسبة من إجمالي العقود أو الاستهلاك على أساس كل عقد على حدة. ناخدو أيضا الأسباب والحجج المعارضة أو المؤيدون والمعارضون لاستهلاك العقود. بعدين حناخدو أمثلة على كل طريقة من الطرق. قبل ما نبدأ في المحاضرة نحب نذكر ان احنا خدينا قلنا المشكلة الأساسية لمحاسبة النفط هي كيف نحمل المصروفات اللي بتنفقها شركات النفط باعتبارها مبالغ كبيرة، فهل تعتبرها مصروفات إرادية أم مصروفات رأسمالية؟ وقلنا حسب طبيعة وسياسة الشركة. المقصود بالمصروفات الرأسمالية المصروفات اللي بتنفقها الشركة وبتستفيد منها لعدة سنوات، بينما المصروفات الإرادية اللي بتنفقها وبتخصم من الدخل خلال نفس السنة. وخدينا لها قلنا 3 طرق، اللي هي طريقة المصروفات الجارية وطريقة المجهودات الناجحة وطريقة التكاليف الكلية. قلنا أنسب طريقة للمنطقة المحاسبة هي طريقة المجهودات الناجحة، واللي بتحمل الجزء المنفق على مناطق منتجة مصروفات رأسمالية، بينما الجزء المنفق على مناطق غير منتجة أو بها كميات غير تجارية مصروفات جارية أو مصروفات إرادية تخصم من الدخل خلال السنة. وقلنا عمليات مراحل النفط اللي هي مرحلة الاستكشاف ومرحلة الحفر ومرحلة الإنتاج أو الاستخراج. طبعا الشركة في الأول بتقوم بعملية الاستكشاف، بعد ما بتقوم بعملية الاستكشاف بتاخد جزء من المنطقة بس هي اللي يحتمل فيها وجود النفط، بعد ما بتاخد المنطقة هي وبتاخد حاجة اسمها عقد امتياز. بعد ما حصلت على إذن أو تصريح شوتينج رايت اللي هي بالبحث، بتاخذ جزء من المنطقة هذه وبتتوقع إن فيها النفط، بتجي تحفر بتجي تختبر وبتشوف هل النفط، بتدير حفر تجريبي بتعتبر هل النفط بكميات تجارية أو غير تجارية، يعني هل النفط اللي بنستخرجوه احتياطي كبير يغطي التكاليف أو بكميات غير تجارية. بعدها يتحول، إذا كان النفط بكمية تجارية يتحول إلى عقد غير مطور اللي هو العقود اللي بتبدأ خلاص، يبدأ هنا يسجل أصل للشركة، هنا تعتبر شركة حصلت على أصل وهو بئر منتج فيه احتياطي معين من النفط الخام. حناخد محاضرة عن الاحتياطيات وكيف تقدير الاحتياطيات وما إلى ذلك. فجي هنا ناخده في حاجة اسمها، طبعا بعد ما حملنا البئر بهذه المصروفات اللي هي المصروفات اللي سميناها مصروفات رأسمالية،
طبعا هنا بتعتبر كأصل وبتظهر في الميزانية، فبالتالي من الأفضل إن احنا نديرولها طرق استنفاد، أو عفوا طرق استهلاك. فعلى كل هذا بنبينوه في المحاضرة، بناخد الطرق الاستهلاك، وفي من استهلاك بنسبة من إجمالي العقود، أو الاستهلاك على أساس كل عقد على حدة، وبناخد أيضا اللي يؤيد واللي يعارض فكرة الاستهلاك. طبعا قلنا المصروفات اللي طبعا رسمتها وتم تحميلها لحساب العقود غير المطورة، اللي بتمثل تكلفة، أي هي بتبدأ خلاص بتصبح تكلفة تلك العقود التي لم تصبح بعد منتجة. يعني هي خلاص هذا زي ما تقول شرينا بير بمبلغ وقدر أو أصل. طبعا التكلفة هي بتشمل تكلفة اقتناء العقود، بالإضافة إلى النفقات اللي هي الاستطلاع، وقلنا الاستكشاف الخاصة بهذه العقود، واللي اعتبرت نفقات رأس مالية. طبعا حساب عقود المطورة هو حساب لازم نعرفه، حساب إجمالي يظهر بدفتر الأستاذ العام للشركة، وتمسك الشركة عادة دفاتر زي الإجراء المحاسبي العادي، دفاتر أستاذ مساعدة تظهر تفاصيل الخاصة بكل عقد ونصيبه من التكاليف المنفقة. طبعا العقد هو الغير مطور قد يصبح فيما بعد عقد منتج، وبالتالي بنرح له رصيدة من التكاليف إلى حساب عقود المنتجة، أو قد قررت الشركة التنازل عنه كليا أو عن جزء منه، أو تبيع امتيازها في العقد إلى شركة أخرى. وهذا اللي اتفقنا عليه وقلنا احنا ممكن شركة بتاخذ المنطقة هي وبتحفر بيرة، وهو قد يكون منتج أو غير منتج. لما يصبح منتج خلاص بيصبح بيتحول إلى حساب المناطق أو العقود المنتجة. العقد هو بعد ما يتحول لأصل هو معرض في الحالة هي للخسارة في أي وقت، يعني عند حالة عدم اكتشاف النفط والتنازل عن العقد لأي سبب كان. فبالتالي من باب المنطق المحاسبي إن احنا نحسب حاجة اسمها استهلاك، أو نديرولها نكونولها كجزء من احتياطي لمواجهة هذا الاحتمال، وفقا لمبدأ الحيطة والحذر. ينص طبعا يقضي زي ما قضينا في أول محاضرة، يقضي مبدأ الحيطة والحذر توقع كل خسارة بالحسبان، وعدم تسجيل أو توقع أي ربح متوقع. فنجي ناخده هنا، نقوله بعد ما اتفقنا ان احنا بنكونه مخصص استهلاك، او نديره نستهلك المصروفات الرأسمالية اللي انفقت على هذه المناطق. اللي السؤال يقعد، يعني هل احنا الاستهلاك هو طبعا الوحدة اللي محاسبية في محاسبة النفط او في شركات نفط، هي العقد او الحقل. فلو اتفقنا العقد، يعني هل من الأفضل إن احنا نستهلك قيمة العقد هو سنويا، أو نخلوه في الدفاتر نضيفوا له كل ما يخصه من مصروفات وما نحسبوش أي استهلاك عليه؟ طبعا هذه اللي بيجاوبوه في المحاضرة، يعني هل احنا العقد هو نستهلكوه سنويا، أو نخلوه في الدفاتر ونضيفوا له أي مصروفات يمكن يعني يخصه من المصروفات دون ما نحسب عليه أي استهلاك. طبعا باش نفاضله بين هالإجراءين أو هذه الخطوتين، يجب أن نحن نشيره للمبررات والحجج المعارضة لهالفكرة. يعني هالناس، في ناس في شركات قالت لا احنا ناخده استهلاك، نحسب استهلاك لقيمة العقود غير المطورة. في ناس ثانية أو في شركات أخرى قالت لا داعي لحسبان هذه النسبة، كل له مبرراته وأسبابه اللي تخليه ياخذ القرار هذا. مبررات الاستهلاك الدوري للعقود غير المطورة، طبعا يورد الموردون المؤيدون عفوا لاستهلاك العقود المطورة عدة حجج في الدفاع عن ضرورة احتساب دوري على هذه العقود.
أول حاجة النسبة الكبرى من المنطقة اللي اللي سيتم التنازل عنها، يعني النسبة الكبيرة أنه هو بيتم التنازل عنها، ليش؟ لعدم وجود مادة النفط الخام، لذا فبقاء هذا الحساب في الدفاتر يمثل أصولا ليس لها في الواقع قيمة فعلية، وذلك لإعطاء صورة صحيحة عن المركز المالي للشركة. يجب احتساب الاستهلاك على هذه العقود في كل فترة. المبرر الثاني، لو تمش احتساب استهلاك أو لو لم إذا لم يتم احتساب استهلاك على العقود غير المطورة، فإن التنازل عنها دفعة واحدة يكون له تأثير كبير على صافي الدخل في السنة اللي تم فيها التنازل. هذا بيؤدي إلى عدم توازن الدخل واللي يتقلب من سنة إلى أخرى. المبرر الثالث، الخسائر المحتملة في العقود غير المطورة هي مثل خسائر الديون المشكوك فيها، يجب أن يحتاط لها قبل وقوعها. هذه هي 3 حجج أو 3 مبررات للشركات اللي بتاخذ أو ترى ضرورة احتساب استهلاك دوري للعقود غير المطورة. بينما الحجج المعارضة لاستهلاك العقود غير المطورة، أول حاجة قيمة العقد اللي بيعطي للشركة حق التنقيب والبحث عن النفط، ما بتنقصش قيمته بمضي الزمن، لأن الشركة لها نفس الحق في البحث والاستكشاف والتنقيب طول مدة عقد الامتياز. الحاجة الثانية أو النقطة الثانية هي الخسائر، ما بتحدثش فعلا إلا عندما يتم التنازل عن العقد فعلا. لو احنا تنازلنا على عقد فعلا خلاص هو يصبح تصبح خسائر، فبالتالي مش من باب أولى احنا نحسبه لها استهلاك. بعدين احنا يمكن تثبيت توازن الأرباح عن طريق تسويات محاسبية أخرى دون اللجوء إلى طريقة الاستهلاك. يعني لو هو لو لا قدر الله تم صرف استهلاك أو مصروفات رأس مالية انفاقها وما صارش، مثلا ما فيش عقد، ما فيش انتاج نفط قوي لسبب كان وتم التنازل عنه، فبالتالي يرى اصحاب هذه الرأي ان هم فيه طرق اخرى غير طرق الاستهلاك يتم معالجتها، يتم معالجة هذه المصروفات. هذا كل ما يتعلق بالمبررات والحجج المعارضة للاستهلاك الدوري للعقود غير المطورة. طبعا عندنا طريقتين من طرق الاستهلاك العقود غير المطورة. لو انتهجنا منهج نحسبه استهلاك، فهناك طريقتين اللي هما الأولى الاستهلاك بنسبة من إجمالي العقود، الثانية الاستهلاك على أساس كل عقد على حدة، وناخذ كل وحدة وبمثال عملي عليه. الطريقة الأولى الاستهلاك بنسبة من إجمالي العقود، طبعا حساب أقساط الاستهلاك في كل فترة على أساس نسبة يقصد بها نحسب أقساط الاستهلاك في كل فترة على أساس نسبة معينة من إجمالي رصيد العقود. طبعا الطريقة هي بتخضع لنفس المبادئ اللي بنستخدمها في تكوين مخصص، يعني لما بنكون مخصص في الديون أو المدينون، فهي نفس الإجراءات أو نفس المبادئ اللي بتخضع لها طريقة الاستهلاك بنسبة من إجمالي العقود، كأننا بنكون مخصص ديون مشكوك فيها. الطريقة الثانية الاستهلاك على أساس كل عقد على حدة، يعني الأولى بناخده من إجمالي العقود، الثانية بناخده كل عقد على حدة. يعني حسب هذه الطريقة الشركة بتحتفظ باحتياطي لاستهلاك العقود غير المطورة بنسبة معينة من إجمالي المبلغ لهذه العقود،
واللي بيمثل في النهاية مجموع أرصدة هذه العقود في دفاتر الشركة. طبعا تتحدد النسبة اللي احنا بنحتفظ بها كاحتياطي في الغالب على أساس خبرة سابقة بالشركة وتوقعاتها في المستقبل، زيها زي ما نكونه عفوا لما كونوا مدينون بناء على ناخذوا اللي بنكون مخصص بناء على نسبة من إجمالي مثلا المبيعات، أو بناء على نسبة من إجمالي المدينون. طبعا النسبة هي قد تبقى ثابتة من فترة إلى أخرى، ويمكن للشركة أو لها الحق أنها تغيرها، بس لازم تبين في الإيضاحات المتممة أو تبين أو تغيرها من تأخذ بها سنوات وبعدين تغيرها وتفصح ذلك في الإيضاحات المتممة في القوائم المالية. وكل فترة بيتم تعديل رصيد حساب احتياطي سواء بالزيادة أو بالنقصان مع المبلغ المراد اللي بنحتفظوه بالفترة الحالية. الفرق بينهم زي ما قلنا يقسم أو يضاف إلى حساب الدخل لتلك الفترة، إذا كان زيادة يعني أرباح بنضيفها للأرباح، وإذا كان نقصان بتضاف للخسائر. طبعا وين ما نتنازل عن عقد معين رصيده ده لازم يقفل في حساب الاحتياطي. هذه هي الطريقة الثانية ببساطة حناخده في الشرائح القادمة أمثلة عملية على كل طريقة من هذه الطرق. أولا طبعا الاستهلاك بنسبة من إجمالي العقود، كنا تحتفظ الشركة باحتياطي لاستهلاك العقود غير المطورة بنسبة معينة من المبلغ الإجمالي لتكلفة العقود، واللي بيمثله مجموع أرصدة هذه العقود في دفاتر الشركة. طبعا بحد النسبة بها كاحتياطي على أساس الخبرة السابقة وتوقعاتها في المستقبل، وقد تظل هذه النسبة من سنة إلى أخرى، كما قد ترى تغييرها. في كل فترة محاسبية يتم تعديل رصيد احتياطي استهلاك العقود غير المطورة. ومن تنازل عنه قلنا أن الرصيد يقفلوه بالكامل في العقد في حساب الاحتياطي. ناخذ مثال نفترض أن إحدى الشركات تملك عقود غير مطورة تكلفتها بالدفاتر في 1/1/2019 هي 1,500,000. في 1/1/2019 امتلكت إحدى شركات عقودا غير مطورة تكلفتها في 1,500,000، وخلال السنة تنازلت عن عقود بيبلغ رصيدها بالدفاتر، تنازلت عن عقود رصيدها 250,000. وبلغت تكاليف العقود الجديدة، عقود جديدة اشترت
اللي هي بالإضافة إلى المصروفات اللي أنفقت عليها بمبلغ 350,000 دينار. السؤال أو المطلوب هو شنو هو الاحتياطي اللي يجب أن تحتفظ به الشركة لاستهلاك هذه العقود في نهاية السنة؟ إذا علمت أن الشركة تحتفظ عادة باحتياطي بنسبة 50% من قيمة العقود مع ذكر القيود المحاسبية اللازمة. طبعا الإجابة العقود غير المطورة، غير المطورة أول حاجة الرصيد في 1/1/2019 كانت 1,500,000، نزيدوها إضافات خلال السنة، إضافات خلال السنة بقيمة 350,000 اللي هي العقود الجديدة. يعني رصيد العقود 1,850,000، يعني العقود السابقة بالإضافة إلى العقود اللي تم إضافتها في خلال السنة، يعني 1,850,000. نطرح منها التنازلات اللي صارت، تنازلات ثم تنازلت خلال السنة عن عقود يبلغ رصيدها بالدفاتر 250,000. نطرح منها تنازلات بقيمة 250,000، يعني رصيد العقود في نهاية 2019 اللي هي 1,600,000، هذا بالنسبة لرصيد العقود في نهاية السنة أو نهاية العقود غير المطورة. نجي نحسب الاحتياطي للاستهلاك. طبعا الاحتياطي للاستهلاك المطلوب في يبدأ في 31/12 اللي هو 2019. طالما أن رصيد العقود 1,600,000، احنا قلنا الشركة سياستها أن هي بتحتفظ بنسبة احتياطي 50% من قيمة العقود، يعني 1,600,000 مضروبة في 50% نتحصل عليه 800,000 دينار. هذا هو الاحتياطي اللي تحتفظ به. بنحو منه احنا بديروا له تعديل، طب بنحو منه رصيد الاحتياطي في بداية المدة. رصيد الاحتياطي في 1/1/2019، يعني قداش كان رصيد العقود في 1/1/2019؟ يعني كان 1,500,000، نضربها في النسبة اللي بتحتفظ بها الشركة اللي هي 50%، يعطينا 750,000 دينار. يعني رصيد الاحتياطي في 31/12 800,000، بينما كان رصيد اللي يجب ان احنا نحتفظ به 800,000. رصيد الاحتياطي في بداية المدة او في 1/1/2019 كان 750,000. نطرح منهم التنازلات اللي صارت، تنازلات اللي هي بقيمة 250,000. الرصيد إذا المتبقي في الدفاتر قداش؟ اللي هو 500,000، يعني 500,000 احنا عندنا احتياطي في نهاية السنة قلنا 800,000، يعني 800,000 والرصيد قبل قداش؟ يعني قداش بنضيفه؟ 300,000. يعني المبلغ المحتجز أو اللي يفترض يكونوه كاحتياطي
المحتجز يعني اللي بناخذه من حساب الدخل في هذه الفترة في 31/12 اللي هو 300,000. هذا هو المبلغ اللي يجب ان احنا ناخذه من حساب الدخل في 31/12 اللي هو مبلغ 300,000. نجي هذه هي نشوفه العقود غير مطوقة قلنا الرصيد في 1/1/2019 1,500,000. تم إضافات خلال السنة 360,000 350,000. نحصل على إجمالي رصيد العقود اللي هو 185,000. نطرح منه التنازلات يعطينا 250,000. إذا الرصيد في 31/12/2019 1,600,000. احتياطي الاستهلاك مطلوب في 31/12 أو عفوا في 1/1/2019 اللي هو كان يعني مليون اللي في 31/12 اللي هو 1,600,000 نضربها في 50% يعطينا 800,000. يعني هذا الرصيد الاحتياطي اللي يجب تكون عليه سنة 2019. الرصيد الاحتياطي في بداية الفترة اللي هو 1/1/2019 1,500,000 مضروب في 50,000 بيعطينا 750,000 دينار. نطرح منه التنازلات اللي تمت يطلع 250,000. 250,000 ادي ورصيد يعني رصيد الاحتياطي او الرصيد المتبقي 500,000. نحصل على يعني معناها المبلغ المحتجز يطلع 300,000، هو الفرق بين 800,000 و500,000. بالنسبة للقيود المحاسبية، تلتمية ألف من حساب استهلاك العقود غير المطورة إلى حساب احتياطي استهلاك العقود غير المطورة بقيمة 300,000 دينار. نقفل قيمة هذه العقود قيمة هذا الاستهلاك في حساب الدخل أو حساب الأرباح والخسائر. 300,000 من حساب الدخل أو حساب الأرباح والخسائر إلى حساب استهلاك العقود غير المطورة، بينما القيود الخاصة بالعقود المتنازل عنها، القيود الخاصة اللي هي تنازلنا عن عقود بقيمة 250,000 من حساب عقود متنازل عنها إلى حساب عقود، أقفلنا عقود المتنازل عنها في حساب عقود غير مطورة بقيمة 250,000. نقفله طبعا بعد ما قفلناها في حساب العقود المطورة، نقفلوها في حساب احتياطي للسلاك زي ما أشرنا إليه. نقوله 250,000 من حساب احتياطي استهلاك عقود متنازل عنها إلى حساب عقود غير أو عفوا إلى حساب عقود متنازل عنها نازل عنها، لكن نكون أقفلنا في رصيد في حساب أو الاحتياطي استهلاك العقود المتنازل عنها، أقفل رصيد العقد المتنازل بكامله في حساب الاحتياطي. هذا كل ما يتعلق بالطريقة الأولى من طرق الاستهلاك، وهي طريقة الاستهلاك نسبة من إجمالي العقود. الطريقة الثانية أو التالية حتكون
الاستهلاك على أساس كل عقد على حدة. الطريقة الثانية أو ثانيا الاستهلاك على أساس كل عقد على حدة، تقضي طبعا هذه الطريقة أو وفق هذه الطريقة يتم حساب الاستهلاك السنوي لكل عقد زي ما قلنا على حدة، ذلك بقسمة تكلفة العقد على مدة العقد. فلو كان عندنا عقد مثلا ما بقيمة 40,000 دينار وكانت المدة اللي بيشملها العقد هي 20 سنة، فإن القسط فإن قسط الاستهلاك يكون يعني 40,000 على 20 يعطينا 4,000 دينار، يعني 40 إلى 20 يكون الإجمالي الاستهلاك السنوي للعقود غير المطولة التي تملكها الشركة عبارة عن مجموع الأقساط المحسوبة زي ما قلنا للعقود المختلفة. لكن في حالة التنازل عن عقد معين يقفل الجزء اللي احتسب عليه فقط استهلاك من هذا العقد في حساب الاحتياطي، بينما الجزء الآخر أو الجزء المتبقي يقفل في حساب الأرباح والخسائر. فلو تنازلت مثلا على سبيل المثال الشركة في العقد المذكور أعلاه، يعني لو احنا نشرنا إلى 40,000 وعشرين سنة بعد 4 سنوات، فإن إثبات هذا التنازل نقوله 20,000 أو عفوا 40,000 من حساب العقود متنازل عنها إلى حساب عقود مطورة. بعدين نديره تسوية لرصيد هذا العقد اللي هي 24,000 من حساب الأرباح والخسائر، 16,000 من حساب احتياطي للسلوك غير المطورة، 40,000 إلى حساب العقود المتنازل عنه. ناخذ مثال عملي على الطريقة الثانية، ولا يختلف كثيرا عن المثال الأول، الاختلاف بس حيكون هذاك العقد الأول من ناخذه النسبة من إجمالي العقود، بينما هذا كل عقد على حدة. بفرض أن إحدى الشركات كانت احتجزت في نهاية إحدى الشركات أحد الشركات احتجزت في نهاية سنة 2019 مبلغ 40,000 دينار زي ما قلنا كقسط سلاك للعقود غير مطورة محسوبا على أساس تكلفة ومدة كل عقد على حدة. ثم اشترت في بداية سنة 2020 عقد آخر بلغت تكاليفه 120,000 ومدة 10 سنوات، فقسط الاستهلاك لهذا العقد يكون 12,000 دينار، أي 120 إلى 10 طبعا. وبفرض أن أيضا أنه تنازل على أو تنازل الشركة عن عقد كان قسط الاستهلاك السنوي
1500 دينار، ثم ترحيل عقد آخر من العقود غير المطولة لحساب عقود المنتجة، كان استهلاك السنوي 300 دينار. فما هو قسط الاستهلاك للعقود غير المطورة؟ الواجب حجزه على حساب الدخل في نهاية سنة 2020 بناء على استخدام طريقة نسبة من أو نسبة كل عقد على حدة. نبدأ في حل المثال. قسط الاستهلاك عن سنة 2019 40,000 دينار، 40,000 دينار اللي هو الاستهلاك عن السنة في سنة 2019. صارت إضافات خلال السنة لسنة 2020 بقيمة 12,000 دينار. لو نلاحظ إجماليهم، طبعا إجماليهم يطلع لنا 52,000 دينار. هنا لو لاحظنا ما اخدناش قيم العقود، نتكلم عن استهلاك أو نسب استهلاك مباشرة دون ما نحسب قيمة أو إجمالي العقود. الفرق بينها وبين الطريقة الأولى، نطرح منهم تنازلات اللي هي خلال السنة، تنازلات لم يحدد تاريخها طبعا، تنازلات خلال السنة بقيمة 1500 دينار، تنازل عن عقد كان قسطه الاستهلاك 1500 دينار. تم ترحيل عقد آخر إلى حساب العقود المنتجة بقيمة 300 دينار. يعني إجمالي التنازلات وقيمة العقود اللي تم ترحيلها إلى عقود المنتجة 1800 دينار. إذن القسط أو قسط الاستهلاك اللي المبلغ أو الواجب احتجازه من حساب الدخل عن سنة 2020 اللي هو ناخده 52,000، نطرح منهم 1800 دينار، يعطينا القسط الواجب احتجازه من حساب الدخل اللي هو 50,200 دينار. هذه هي كيف نحسب نسبة الاستهلاك أو قسط الاستهلاك لكل عقد على حدة. نجي ناخذ القيود المحاسبية أو القيود اللازمة. طبعا زي ما قلنا يثبت في الدفاتر على النحو التالي: 50,200 من حساب استهلاك عقود غير مطورة إلى حساب احتياطي استهلاك عقود غير مطورة. نقفلها في حساب الدخل 50,200 من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب استهلاك عقود غير مطورة. هذا كل ما يتعلق ب
بطرق الاستهلاك، أو سواء كانت طريقة من إجمالي العقود أو على أساس نسبة، عفوا على أساس نسبة من إجمالي العقود أو على أساس كل عقد على حدة. طبعا هنا تم نسينا نذكره ان احنا تم حساب قصة لك سنة 2020 بغض النظر عن تواريخ الإضافات والتنازلات، واعتبرت كأنها حصلت في بداية السنة. يعني خذينا شن المقصود بالمصروفات الرأسمالية، وخذينا طرق استهلاك المصروفات الرأسمالية. خذينا الحجج المؤيدة والمعارضة للمصروفات لحساب استهلاك المصروفات الرأسمالية. خذينا أمثلة عملية على كل طريقة من هذه الطرق. المحاضرة القادمة إن شاء الله حنتكلموا عن النفقات الحفر والتطوير، وتكون خامس محاضرة من محاضرات مقرر محاسبة ضريبية. شكرا لحسن الاستماع، وأتمنى لكم التوفيق على عمل اللقاء بكم في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى.